ناس كتير كانت بتكلمني على الفيسبوك اليومين اللي فاتوا، كانت بتكلمني على حته ان هم دخلوا في مرحله يأس او اكتئاب من منطلق ان هم كان عندهم اهداف واحلام هم عايزين يحققوها، بس السن ما بقاش ده السن المناسب للحلم ده يتحقق. بمعنى ان في بنات عايزه تتجوز بس هم شايفين ان هم عدوا سن الجواز، يعني هم متهيألي يعني من وجهه نظرهم عشان ما اسالش على السن، بس يعني عدوا ال 30 ل 40 فهم شايفين ده خلاص هتجوز ازاي وهعمل ايه وهخلف مش هعرف اخلف والحوار ده، وناس كتيره حابه ان هم يبقوا نجوم في مجال ايا كان المجال اللي هم مختارينه، هم شايفين سنهم عدى ان هم يكونوا نجوم في المجال ده، هم شايفين كان المفروض يكونوا من سن اصغر. فقلت هعمل الفيديو ده بقى الحقيقه. هو مبدئيا اوعى تعامل حلمك او هدفك في الدنيا بسن، او اوعى تتعامل مع نفسك بسن. خلينا نبسطها. ربنا عز وجل خلقنا ونزلنا الارض في رحله، وهي دي رحله. الرحله دي مطلوب مننا ان احنا نتعلم، مطلوب مننا ان احنا نرتقي بنفسنا ونضيف لنفسنا خبرات ونكون بني ادمين احسن. وربنا حدد لنا وقت، ربنا المولى عز وجل حدد لنا وقت، فنقول بقى 60 70 80 سنة، فأنا هاجي أقول لا أنا كده كبير؟ ربنا عايزك في الوقت ده كله موجود على الأرض. وقال لك إيه؟ قال لك تبني وتعمر وتحقق وتعمل كل حاجة، ولو القيامة هتقوم وفي إيدك شجرة ازرعها. ده يعني ده مش كلام جديد، وأكيد حضراتكم كلكم عارفين الكلام ده كله، فأنا مش بقول كلام جديد من عندي. فمنين أنت كبرت نفسك؟ طب ده دينك. تاني حاجة وتعالى نتكلم فيها، بص على مشاهير العالم، هتلاقي نسبة كبيرة جدا فعلا من نجوم عالميين، من نجوم مجتمع عالميين، من نجوم مصريين وعرب، بقوا نجوم بعد ما كبروا. بعد ما كبروا يعني، وكلمة كبروا دي أنا بس بتماشى مع التفكير اللي كان بيتبعت لي، بعد ما قضوا فترة طويلة انهم بيكافحوا عشان يوصلوا. فمش بالسن، وتعالى احسبها، ده في ناس وصلت نجحت في الستين من عمرها، في ناس نجحت من الاربعين من عمرها، في ناس نجحت في السبعين من عمرها. انا مش عايز اقول على اشخاص عشان ما بميز نجاح شخص عن الاخر، عشان هم كلهم نجحوا وكلهم سابوا علامات. احنا نقتاد بالعلامات ديت ونقول الناس دي حققت فاحنا نوصل، واحنا هنحقق احنا كمان. السن ده من وجهة نظر. وعلى فكرة انك تتجوزي انت لغاية اخر يوم في عمرك تتجوزي وتتبسطي وتعملي كل حاجة. الانسان الحياة عنده لا تتوقف الا لما الامل عنده يتوقف، والامل عند الانسان بيتوقف لما هو يقرر مع نفسه مش هبطل، انا خلاص انا تمام كده، انا هبطل محاولة. فهي المشكلة كلها فينا احنا، في تفكيرنا، ان احنا بنربط اشياء باشياء خاطئة. على فكرة لا، عيشي وعيش وانبسط وحقق واجري ورا حلمك لغاية اخر يوم من عمرك، حتى لو الحلم ده ما اتحققش كفايه ان انت بتحاول. غيرك ما عملش ده، غيرك رمى وبقى عايش بدون هويه، وده الاصعب انك تعيش بدون هويه وتعيش بدون انك انت شايف بكره ومستنيه وعايز تحقق وعايز تبني وعايز توصل. كتير جدا من الناس اللي نجحت ووصلت بيقول لك مرحله الجري ورا الحلم وتحقيق الحلم كانت احلى بكتير من الوصول للحلم. وهو فعلا انت بتغامر وبتفكر وبتروح وبتيجي وبطلع بفكره جديده واعمل كذا، وفكره ان انت عايز تتجوز بتدور هنا وتشوف هنا وبتدور على ظروفها ملائمه واللي قلبك يلاقيها. هو كده، دي طبيعه حياتنا. عيش حياتك، اجري ورا حلمك ايا كان الحلم ده ايه، ما تربطوش بسن، وعمرك ما تقول انا سني كبر على ده، عشان ولا دينك بيقول كده ولا اللي نجحوا فكروا كده. سلام.